بس انا عايزه اقول لحضرتك بقى خبر جميل جدا، ان 80% من امراض القلب يمكن الوقايه منها. 80%. اذا انا لو ادرت حياتي بشكل فيه وقايه جيده، انا هيحصل لي وقايه طيب خلينا 80% من نستغل امراض كمان القلب. يا دكتور وجود حضرتك معانا، وسريعا قول لنا روشتة الوقاية من أمراض القلب. الوقاية من أمراض القلب لا للتوتر النفسي، دي صعبة بنقول لا جدا. للتدخين. صعبة جدا. حضرتك تقدري تعملي حاجات تحسي إنك تبعدي على كل ما هو بيبقى بيتعب الأعصاب. فيها إيه الصبح؟ إن إحنا تبقى بيئتنا نكون مبتسمين الصبح كل يوم، يعني ما فيهاش مشكلة. يعني هي نحاول إن ممكن ما إحنا يبقاش فيها مشكلة، بس يعني نحاول نحاول. أوكي. نحاول المشي بقى. عايزه اقول لك بقى حاجه، ان ارخص كبسوله عرفها التاريخ هي المشي. أيوة صحيح. خلي بالك حاجه ظريفه جدا، المشي ده على فكره لما احنا عملنا دراسه على في مصر، لقينا ان بيكلف عدم مشي المصريين بيكلف الدوله مليارات، يعني كمان اقتصاديات الصحه. انا عايزه اقول لك حاجه، ان هو بيعمل وقايه من 20 مرض مزمن. انك تمشي، انك تمشي. فكل الكلام ده الحقيقة ده كلام مهم جدا، ما فيهوش أي المشي أرخص كبسولة سحرية عرفها طب التاريخ. ايه كمان غير المشي سريعا يا دكتور؟ الأكل بقى، الأكل الصحي. إحنا مشكلتنا في مصر إن الأكل الخاص بينا أكل معقد شوية، وكمان إحنا كمان ضفنا عليه الوجبات السريعة اللي خدناها مستوردة، وكلاهما مر. فإحنا بنقول عودة للطبيعة، نمرة إن إحنا ناكل 5 قطع سلطة أو فاكهة يوميا ألوان مختلفة، لأن كل واحدة بيبقى ليها صفة ضد الأكسدة مهم قوي. بنقول تجنبوا الثلاثة اللي هم السموم الثلاثة اللي إحنا كلنا عارفينهم، الملح والسكر والدقيق بأنواع. وإحنا على فكرة في مصر للأسف إحنا ضعف الاستخدام العالمي للملح. هقول لك كمان حاجة مهمة قوي، الملح اللي إحنا بناكله ده او الكونشس اللي احنا حاسين احنا بناخد ملح قد ايه وبنحطه على الملاحه في البيت عندنا، ده 6%. لكن اغلب الملح اللي احنا بناخده هو من المطاعم، هو من الاكل الوجبات السريعه. فانا بقول لك لا للوجبات السريعه، عوده الى الطبيعه. ضغط الدم محطوط في برضه مهم قوي، لانه القاتل الصامت. ممكن ناس كتير جدا بتكتشف، ويمكن الدولة المصرية خدت خطوات وعملت 100 مليون صحة، وناس كتير جدا احنا اكتشفت.